مرحبا وحلقة جديدة من برنامج شي. اليوم حلقتنا مميزة جدا، معنا الدكتورة مايا الهواري، أول إماراتية حصلت على الدكتوراه في الذكاء العاطفي. أهلا وسهلا فيك دكتورة، أنا كتير مبسوطة بوجودك معنا، ورح نحكي كتير مشاكل عن المرأة اللي بتهمها المشاكل الاجتماعية. فيعني لقينا أكتر امرأة إنها بتريحنا حبيبتي. هو حضرتك حبيبتي الله يعطيك العافية، وشكرا لوجودكم، نورت المكان. الله يخليك، شرف لي هذا الكلام، وشرف نوصل للجمهور المصري وأخيرا. أكيد الحمد لله. لا عن جد هم لما هيتابعوك يسمعوك من الناس اللي بيدخلوا القلب، يعني أنا لما بسمع كلامك بحس بتعطيني قوة، حتى لو المشكلة صغيرة بحسها، المشكلة كبيرة بحسها صغيرة. حبيبتي الحمد لله. على فكرة أنا مولودة في القاهرة كمان، يعني شاربة من ماي تنين، أبوي الدكتور حارق يونس الهواري، فدرس في جامعة القاهرة في ذاك الوقت مع الدفعة الإماراتية اللي طلعت من الإمارات في السبعينات. فالحمد لله الحمد لله. عشان هيك يعني دمك خفيف. أكيد. أهلا وسهلا فيكي. طيب تعرفينا على الذكاء العاطفي. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الذكاء العاطفي علم معلوم من 1995، ولكن لما جيت وبحثت فيه أكثر ودخلت في الدكتوراه وتعمقت أكثر في البحوث، اكتشفت أن مؤسس الذكاء العاطفي هو محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل من قبله. فالشيء هذا اللي هو الذكاء العاطفي موجود فينا. في فرق ما بين الذكاء العاطفي والذكاء الأكاديمي. الذكاء الأكاديمي الذكاء اللي إحنا متعودين عليه، أنه حدد الذكاء الأكاديمي هو حدد من أنت صراحة في المدرسة، يعني قالوا هاي شاطرة، هذا مش شاطر، هذا أي ستودنت متميز، هذا لا، هذا فاشل كذا، سامحيني بالكلمة، بس يعني يستخدمونها، أو هو غير أهل، أو إنه هو ما عنده إمكانيات. لكن في 1995 اكتشفوا شيء موجود فينا هو ويساعدنا على نجاحنا في عملنا ب 80% من الذكاء الأكاديمي. يعني اليوم مع الذكاء الاصطناعي في الحياة احنا محتاجين نرجع الى من نحن كبشر، كناس، كإنسان. فالذكاء العاطفي موجود فينا والذكاء الأكاديمي موجود فينا. الذكاء الأكاديمي كروموزومات وجينات، فانت يعني عندك يعني خلينا نقول مرحلة معينة انت توصلها، خلاص هني العلم يقول لك اوكي انا يعني استوعب الرياضيات لحد معين، استوعب الفيزياء. او في ناس يقول لك انا مثلا ادبي مش علمي. صح. فكل حد لا ميوله. اما الذكاء العاطفي موجود فينا كلنا بالضبط بنفس الدرجات، مولودين فيه بنفس الدرجات، ولكن في ناس عندهم لطف اكثر، في ناس عندهم احترام للاخر اكثر، المعاملة ممتازة، صح، فيها إحسان. شوفي هذا الإحسان هذا هو الذكاء العاطفي. بالزبط. الإحسان أولاً في الذكاء العاطفي مع ذاتك، أنك أنت تحسن عشرة ذاتك. يعني تحب نفسك. كثيرين بيقولون زي مايا شو يعني أحب نفسي، وعلى فكرة مستوي ترند أحب نفسي أحب ذاتي، مزبوط. مستوي التصالح مع الذات مستوي ترند، فالناس تتكلم بس ما تعرف شو يعني أحب نفسي، صح، أو أتصالح مع نفسي. تبين تحبين نفسك تعرفي على مدى ذكائك العاطفي. أول شيء في الذكاء العاطفي اسأل نفسك من أنا، من أنا، شو مهاراتي، شو هواياتي، بس مش بس ذلك، شو ألوان اللي أنا أحبها، مو بهذا، أنا من فعلا، انظر من داخلي. نعم بالضبط. كمية الحقد اللي عندي، كمية الحسد اللي عندي، ترى كلنا عندنا غيرة، صحيح، وحب وحزن وحقد وحسد، سبحان الله. هذا مرات ما بنعترف باللي جوانا. بالضبط. إذا كان عاطف يقول لك اعترف بما عندك، اعترف أنت لأي مستوى واصل مع الناس، شو درجة تركيزك مع الناس، لأن نحن ترى نركز على زيد وعبيد ما نركز على نفسنا. بالضبط. أنا أهتم فلان شو سوى عشان يعني أشوف فلان شو سوى بعدين أنا أسير أسوي أحسن عنه. زين يمكن أنت مو شاطر في هذا، بحس حتى ما بينجح، ولا ينجح، بس لأن فلان سوى أنا بسوي. بالضبط. خلي فلان على صوب ولا تركز معه، ركز مع نفسك، هذا هو الذكاء العاطفي. صح. اسأل نفسك من أنا أنت، من أنت بالضبط.
شو المهارات اللي عندك اشتغل عليها؟ شو المهارات الإنسانية اللي عندك اللي محتاجة أنها تتحسن؟ مثلاً عناد، في عناد إيجابي وفي عناد سلبي. العناد الإيجابي أن أنا أهتم، عندي طموح أبغى أسوي أبغى أوصل له، فالعناد هذا أحط أوظفه بشكل أني أقدر أوصل للطموح اللي أنا أبغاه. العناد السلبي اللي هو أعاندك بس لأن أنت قلتي لي الفكرة بالضبط، وأنا أبا بس أراويك أني أنا لا أنا ما بسمع كلامك وأنا بروحي، أنت ما تقررين أنا شو. عناد بس شي لأن خلاص جويتي أنا ما بسمع كلام حد، أنا بس أنا اللي هي أنا اللي عندي الإيجو عالية جدا، ما أقدر أعترف أن في حد ثاني عنده معلومات عنده أفكار وممكن الأفكار تفيدني. بالضبط. بتحصلين كثيرين منا مثلا ما نحب الانتقادات، احنا في السوشيال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، صح، تحسين ما نحب الانتقادات، نعتبرها احيانا تنمر، لكن انا تعلمت ان بالذكاء العاطفي تقدرين تتعاملين مع نفسك وتتعاملين مع الاخر وتكسبين الناس بالاحسان. يعني التنمر مثلا الانتقادات، اسمعي اسمعي ليش ياسين يقولون، بالذات اذا شيء ياس يتكرر نفس التعليق ياس يتكرر، هل معقول كل هذيل الناس؟ يمكن يمكن سبحان الله احيانا الله يخليش تتغيرين من ألم. بالضبط. وبيقوينا وبيقوينا تتطوري، يقوينا ليش؟ لأنك تتطورين، أنت كنتي ما تعرفين، سبحان الله رحمه الله من إن دلني على عيب من عيوبي. فالإنسان يتضايق، لكن أتم الضايقة وأكره الناس لا، الذكاء العاطفي يقول لك انظر إلى نفسك فعلا، شوف هل الكلام هذا صح، أخذ الشيء اللي يفيدني، أطور من نفسي أخرج بأفضل نسخة من نفسي. هذا هو ذكاء العاطفي بداية. بعدين أنت كتبت قلتي الأمور الاجتماعية. الأمور الاجتماعية، أنا أهتم بنفسي ليش؟ لأني أنا من ضمن مجتمع. أهتم بنفسي بس عشان أنا أعيش بالأنا والأنانية اللي عندي؟ لا طبعا، لا طبعا صح. أنا أهتم بنفسي بحيث أني أنا أقدر أعطي للآخر. فالجزء الثاني من الذكاء العاطفي اهتمامي بالمجتمع. أول شيء أفهم ذاتي، ونفس الشيء أفهم المجتمع، أتحكم بذاتي، كيف أتعامل مع ذاتي وكيف أتعامل مع المجتمع. بالضبط. فأستخدم الذات الجميلة اللي فيني أطور منها، أمور المناطق التحسين أحسنها، ما نبغى نقول سلبيات لأن نحن مش كاملين. بالضبط. أكيد كل واحد فينا في عندنا نواقص طبيعي، أكيد. تمام. فإحنا نقول مناطق التحسين، هل ممكن نتطور؟ نعم طبعا نتطور. هل ممكن نتكيف يكون عندنا مرونة؟ طبعا. لكن الخطأ والمعيب أني أنا أعرف أن أنا عندي أمور لازم تتصلح وأخلي الناس، ها شوفي المجتمع من حولي يتضررون مني وأنا أقدر أني أتغير، لكن ما أبغى أتغير كسلا مني أو راحة مني، فهذه هني محتاجة إلى جهاد النفس. بالضبط. بالضبط. يعني مرات الستات بتقول لك نفسي أكون قوية، نفسي أكون أقدر يعني أتحمل المشاكل، المشاكل الزوجية أو مع حماتها أو مع أولادها مع أصدقائها. هاي القوة بدها تدريب، بس أنت برضو إجابت السؤال إنك من جوا لازم أعرف حالي. لازم أنت من داخلك تعرفين أنت مثلا، هنقول أنت طورتي من نفسك وحسنتي من نفسك، لكن لاحظتي وأنت ياسر تطورين من نفسك لاحظتي ان المجتمع صعب. صح. المجتمع عنيد، المجتمع حماتي اخت زوجي. بالضبط. تمام. ناس صعبه من حولي وانا المفروض اني اكون قويه. في نقطتين تحصل، يا هذه يا هذه، يا اما ان الانسان دام انه وجد في هالجو هذا يلعب دور الضحيه ويتم ضعيف ويخلي الناس، يعني احنا نقول في الامارات يتي عليه، يعني انتم الناس يدوس عليه لا سمح الله، يضغط عليه بالضبط. او عادي اتقبل الالم واعيش او اي استر بس واتحمل انسان ما يتحمل، توصل مرحله للياس، والياس توصلين لمرحله اكتئاب، والاكتئاب ممكن لا سمح الله توديك للهاويه. بالضبط. ففي ناس مرتاحه في هالجو، اقول لك اياها، لان التغيير صعب. وفي ناس الحل الثاني اني انا ما قدرت اغير الناس اللي من حولي،
لكن أنا أقدر أغير من نفسي، أقدر أني أرفض بعض الأمور اللي أنا أشوف أنها غلط، أنا ما أرضها عن نفسي، فأخذ وقفة، لكن ما أخذ وقفة ضد الآخر بشكل أني أخسر الناس. هذا هو الذكاء العاطفي. كيف أنك أنت تسوين توازن ما بين الشيء اللي يريحك والشيء اللي ما يخسرك علاقاتك؟ محتاج إلى كثير من العمل، لأن يعني تخيلي أنت تقولين حق شخص لا لا سهلة، لكن تعالي قولي له لا بطريقة دبلوماسية تاخذ منك وقت. بتقولي له مثلا والله فكرة وايد حلوة تصدقون، وحبيت اللي ياس تقولونه، وأنا أعتقد أن والله معاكم حق، بس أنا لي وجهة نظر ثانية وأعرض وجهة نظري. شفتي هاي اللفة الطويلة العريضة؟ بالزبط. هاي متعبة، لكن هي الأسلم، هي الأصح. حماتك مضايقاكي، تمام، حماتك مضايقاكي، اعتبريها بالإحسان إنها والدتك. بالضبط. بريها، لكن تبين حدود معينة. أيوة، تبين تريحين نفسك حدود. طب دكتورة، من ضمن الكلام اللي أنتي بتقوليه خطر على بالي، طيب امرأة مثلا بقالها 30 سنة متعزبة مع حماتها مع جوزها، هل بينفع بعد مرور 25 سنة 30 سنة إنها تتغير وتورجيهم بقى الوجه الثاني؟ لا، احنا ما منقولش تتغير. شوفي يعني ما منقولش تتغير ضد مبادئي، يعني المرأة يجب انها لا تقوى شخصيتها، تقوى شخصيتها، ولكن هذا لا يتعدى على مبادئك. يعني مبادئك انت عندك بر، عندك تقوى، عندك احسان، عندك كلمة طيبة، لكن في نفس الوقت انت تشوفين هذيل الاشخاص ما يستوعبون الاحسان مالك، لكن مضطرة عليهم، خلاص هذيل من حياتك، انت مضطرة عليهم، شو تسوين؟ شو تسوين؟ تحطين حدود لنفسك مش لهم. انا ما اقدر، ما اقدر اتحمل اكثر من ساعه معاهم، خلاص اصير ازور ساعه، خلاص انا اكون خلاص خلص اللي علي. مواضيع معينه، مناقشات معينه لا ادخل معاهم فيها، لا افتح بيبان على نفسي. انا اعرف مثلا اخت زوجي اذا فتحت هذا الموضوع بتاكلني. خلاص يبقى اختصري، اختصري. حتى لما تدخلين في نقاشات معاهم حاولي تدخلين انت تعرفينهم من الذكاء العاطفي، انت تفهمين الناس، ما يستوي تطيحين في نفس المشكله كل مره. بالزبط. كل مره انت تطيحين في نفس المشكله وانت تتعورين، انت تتالمين، تسمعين كلمه ما بعيبه انك تسمعين كلمه، انت تنقهرين، تروحين البيت تنكدين على زوجك لان امك ولا ولا اخت ريلك قالت لك شيء. بالضبط. طيب إذا هي بتعطيني كلام أنا، طب شو بدي أتصرف؟ هل أسكت كمان؟ لا، ردي بالذكاء العاطفي، لكن ردي بالدبلوماسية. أنا واحدة أحب أواجه، بس ما أحب أواجه قدام الناس. يعني أنت مثلا ضايقتيني، أنا ما أترية لين ما تضايقيني 5 مرات، هاي مشكلة. أنا من أولها على طول أقول. بالضبط، لانك ما تتمادى بتكبر. بالضبط. تقبلتي انت اول مره، خلاص عادي، هاي ما عندها مشكله، ما عندها مشكله، خليني عندها ازيد اكثر واكثر، هي عادي، او خليني اخذ راحتي. بالضبط، خليني اخذ راحتي، تمام. الناس على حسب شو تفاعلك معاها، هي تتمادى. مثل علاقه الزوج والزوجه. زوجي ذيك المره كان عندي مقابله، انه ممكن مثلا ياخذها في الميديا. هو متقبلينها في الميديا، هو أصلا خذاها شيء ويعرف ويحترم شغلها. أول ما يوقع عقد الزواج يتغير شوي، حبيبي غيري الروج هذا. حبيبي بلا شوي يتغير. فأنتي كامرأة حلو أنك أنتي يكون لك وقفة مع هذا الرجل، تجلسين مع بعض، تجلسون مع بعض وتقولين حبيبي ترى أنا هذا شغلي. مزبوط. وأنا 1 2 3 ومن البداية، من البداية أصعب سنتين زواج هم أول سنتين. بالضبط، تمام. بتمر عليك مواقف مع زوجك، بالذات نحن اللي نعمل في الميديا مفروض إن نتعامل مع الزوج بحساسية نوعا ما تجاههم، يعني نعتني بمشاعرهم، لكن في نفس الوقت لا تخسرين شغلك ونفسك. ولأن على فكرة نحن النساء الشيء اللي وسبحان الله البني آدم عموما ما يخصه في النساء، لكن إحنا لأن أم وعيال وطموح فنحب طموحنا وايد نتمسك فيه. فلما نعطي الشيء نعطي بنعطي من جوانا ومن قلبنا، من داخلك. فأنت أحيانا ممكن تنسين نفسك،
تعطي شوي الكارير زياده، تعطي شغلك زياده اكثر عن ريت انت توج مثلا متزوجه او توج. فدائما النقاشات اللي فيها ذكاء عاطفي، صح، اللي هي فيها موده ومحبه ورحمه وفيها مواجهه بالادب والاخلاق والذوق، صح، تمام، وحتى لو ضحكتوا مع بعض تكلمتوا مع بعض بس توصلون لحل. انا ما اقول تتنازلين وما اقول هو يتنازل عن مبادئه، لكن انا اقول تعالوا يلسوا مع بعض حوار على طاولة واحدة وتكلموا في الشيء اللي ممكن أنا أرضيك وتكون راضي وأنا أرضي نفسي وأكمل. هذا وايد مهم. صح، كلامك من ذهب. بس هنروح فاصل ونرجع لكم. ورجعنا بعد الفاصل ومكملين مع الدكتورة مايا. يا دكتورة نكمل بقى الكلام اللي مثل الذهب. يا عمري أنت والله. حياتي. إنزين إحنا وين وصلنا؟ انت سالتي تحت الهواء قلتي لي سؤال مهم، هي الذكاء العاطفي فقط للنساء؟ لا طبعا. لا طبعا، نساء ورجال للانسان. بالعكس للرجال اكثر، لان شوفي انا بقول لك من ملاحظتي ومن دراساتي، المراه والرجل منو عنده ذكاء عاطفي اكثر؟ هذا السؤال اللي كنت بدي اسالكم. تمام، الذكاء العاطفي عند المراه اكيد اعلى. ولكن الرجل عنده قدرة إنه يدير عاطفته بذكاء أكثر من المرأة. صح، تمام. ليش؟ لأنه منطقي أكثر. نحن لو إن عندنا ذكاء عاطفي لكن ما نستخدمه لصالحنا، مرات بيضرنا بينزلنا 100%. فإحنا ما نديره بذكاء، العاطفة ما نديرها بذكاء. فلذلك وجب إن نعلم أنفسنا مرة ثانية كيف أدير عاطفتي، كيف أفهم نفسي، كيف أطلع إذا عندي اكتئاب، إذا عندي حزن. أنا واحدة مثلا مريت في اكتئاب 5 سنين، طبيعي كل مرأة تمر، كل رجل يمر، بس ما هي 5 سنين، أنت وايد سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 5 سنين فترة كتير طويلة. أيوة، وعيالي صغار، أنا عندي بنت وهمم، عندي بنت واحتياجات خاصة. فأتذكر إن أنا كنت في عز يعني التربية 8 سنين 6 سنين 4 سنين. مريت بظروف كثيرة في حياتي، مريت أنا بانفصال، أنا نفسي انفصلت طلاق. وديش قويتي نفسي؟ ما كنت أعرف شو يعني طلاق. أنا أصلاً ما قمت صغيرة ليك تزوجت صغيرة حكي. تزوجت وايد صغيرة 18، وأبو العيال الله يحفظه ما قصر. بس اللي بقولك إياه إنه إحنا وايد أمور نمر فيها. ان شاء الله انا على كل شيء بطيح وبتم طايحه، كل مره بيجيني اكتئاب. زين اول مره يعني اكتئاب من وفاه، حاله وفاه ما توقعت، ما يعني بديت افكر شو السالفه، شو يعني موت، شو يعني حياه، احنا شو سر وجودنا في الكون. هذا كان اول مره. زين لما استوى موضوع الانفصال بشوي قوي، تخيلي يعني انا مثلا ارد اطيح نفس الطيحه؟ لا، انا تعلمت من اول مره فبعرف كيف ادير عمري. انا المراه الناجحه اللي من اول مره عرفت خلاص، في المرة الثانية قدرت انها تقوى. يعني شوفي انا اقول ان سبحان الله انت ما تعرفين انك انت يا ست القوين، يعني انت ما تعرفين ان انت قوية الا لما يجي الابتلاء اللي بعده وتشوفين عمرك قادرة. صعب، صحت وايد، بكيت وايد، تعلمت وايد، تحسين مكسور خاطرك، صح، بس في النهاية أنت أم وأب مع بعض، لازم تكملين، ما تقدرين توقفين. في ناس أنت مسؤولة، الإنسان المسؤول دائما حريص إنه يكمل، ودام إن أنت تتنفس رسالتك على هذه الأرض لم تنتهي. ما يستوي إنك أنت تيأس بروحك والله خلاص أنا ما بسوي شيء. صح، لأن عندي كمان مسؤوليات ثانية. فالذكاء العاطفي لما في الاكتئاب تعرفت على الذكاء العاطفي بعد 3 سنين، فقمت أعتني بنفسي، قمت أعتني بنفسي طبياً. حتى إحنا أصلاً ما كنا نحب نواجه إنه ممكن الإنسان يروح على دكتور نفسي أو يروح على دكتور اللهم صلي وسلم على محمد، يأخذ دواء متخصص، يجلس مع ناس يتكلم معاهم عشان يطور من ذاته. إحنا أصلاً هذا كله عيب. صح ولا لا؟ مظبوط. وأنا أصلاً مش يعني استغفر الله كنت أقول حق عمري أنا مش مينونة، يعني تخيلي إحنا كنا نشوفها بعد الاكتئاب إنه يمكن هو جنون، لكن هو مش جنون، هو بالعكس هي من الظلمات إلى النور سبحان الله. صح،
هي صح. هي مرحلة كل إنسان يمر فيها، لكن الله ما يعطي إلا الكمية اللي يقدر عليها. أنا احتجت الخمس سنين هي وكأنها كانت الدكتوراه ما قبل الدكتوراه. يعني لولا الخمس سنين الأولى هاي أنا ما تعرفت على الذكاء العاطفي وما يتقدمت الدكتوراه. هذا كله إجا قبل. هذا كله قبل الدكتوراه. أنا أصلا ليش سويت دكتوراه؟ ليش سويت دكتوراه؟ ولا في البال أصلا. هو أنا يعني كان دائما عندي هالشيء، بس بين الماسترز والدكتوراه 10 سنوات. عرفتي؟ بالضبط. فمريت في الاكتئاب، تعرفت الذكاء العاطفي. فأبو العيال شوفي رب العالمين لما يطرش حد يقول لك سوي دكتوراه، سويت وبعدين انفصلنا. فهو كان سبب انه سوي دكتوراه. لما سويت الدكتوراه سويته بالذكاء العاطفي وقيادة الذات وقيادة الآخرين. وذلك وأنا ما كنت أعرف إني أنا الأولى في الوطن العربي في هالموضوع. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. فهو كان السبب، هو قال لي عشان هو أطلع. اللي شجعك. هو اللي شجعني. لكن مع الدكتوراه يا موضوع وسائل التواصل الاجتماعي انشهرت. طب سؤال دكتورة، ليش شجعك على إنك تاخدي الدكتوراه؟ أكيد في يعني ناس تسأل. هو قال لي مايا أنتي انشغلي، خلاص كافي إنك أنتي يعني متعبة نفسك في التفكير والحزن وكذا، والحمد لله أنتي تحسنتي وقمتي تتعالجي كويسة، فخلاص اطلعي من الموضوع، سوي لك شيء يتحسين إنك أنتي alive، تحسين عمرك أنتي عايشة. وفعلا أنا أحب الدراسة وايد، يعني أنا من النوع اللي أحب أكاديميا. شوفي أنا الأولى في الموضوع أكاديميا، مش life coach. أنا مش life coach، أنا أدرب على مستوى دولة الإمارات وأدرب على مستوى الوطن، أدرب تدريب عملي للموظفين للبشر، أسوي جلسات استشارية. أنت هني ما شاء الله في العيادة عندي. فالأمور هذه تأتي سبحان الله لما أنت تكونين مجربتنها من ألم. لما يجيني الشخص اللي محتاج مساعدة، اللي محتاج استشارة، أعرف أقودة من علم، من قيم، لأن نحن ترى عرب وديانات يعني من العربي عندنا ديانات كثيرة. بالزبط. فأنا أنا أستوعب خلينا نقول التفكير العربي والتفكير الخليجي. فلما أنت يكون عندك علم ومستوعب القيم اللي هو جاي منها وعندك الخبرة أنت شخصيا كيف مريت، هذه كم تسوى. صح. غير لما أنا أعطيك نظرية أقول سيري طبقيها، وانت يا تطبقين دكتوره والله ما استوى شيء، اكيد بدي اسوي، ما بيرجع اصلا. ما بيرجع، ما في فايده. خلاص. فالذكاء العاطفي كان بالنسبه لي خلينا نقول طلعني اني افهم استوعب شو معنات ان الانسان يكون انسان. صح. والطيحات اللي نحن نطيحها، الابتلاءات اللي نطيحها، احنا ما نعرف انها تقوينا. نرجع للنقطه الاساسيه، يعني احنا ما نعرف ان هي تقوينا. أنا متى عرفت أنها قوتني؟ لما طلعت من الاكتئاب سويت دكتوراه. الدكتوراه أصلاً جاية من الاكتئاب، استويت قوية. صح. تمام. الدكتوراه خلاني أطلع وسائل التواصل الاجتماعي قوية. وسائل التواصل الاجتماعي تمام، والناس ومعرفتي للناس ما يازت لي، خلينا نقول بقولها بطريقة مفهومة أكثر، ما كانت سهلة على الشريك إنه يعني يستوعب فكرة مايا والناس. هي مايا كانت بروحها عمرها 18 سنة وهي هاي زوجتي. فصعب الحين أنا استويت مايا والناس، فبالنسبة لكثير من الرجال الشرقيين ممكن هالشيء ما يناسبهم. صح. وبالذات إن إحنا 22 سنة زواج، فأنت يعني تخيلي وايد أمور تغير. يعني تربيتي أنا تربيت عنده، أنا عشت عنده أكثر ما عشت مع أهلك. وبالنسبة لك كان صعب. فصح أنا قويت، لكن طحت مرة ثانية. طحت، انكسرت. يعني انت فطمتي ياهل طفل عن امه، انت زوجة 22 سنة وفجأة انفصلتي، طحتي. هني انت ما عرفتي انك انت هني ضعفتي مرة ثانية، حسيت عمري كأني رديت حق شعوري في الاكتئاب. شوي 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 قويت، استخدمت اللي تعلمته مع البحوث اللي سويتها لخدمة الناس. فهني بقيتي مميزة، قويت اكثر وقوية. يعني انت كنت فاكرة انه لا الحياة خلاص تقفل، خلاص راح. لا. فاكتشفت هني ان رب العالمين احيانا انت تتألم عشان تكون دول غيرك. مزبوط. دكتورة انا حاسة ان احنا لازم نعمل حلقة تانية نحكي فيها عن مشاكل المرأة. ان شاء الله. ايه رأيك؟ نتشرف. خلاص اتفقنا. ان شاء الله. احنا مرت الحلقة بسرعة. حبيبتي سبحان الله. الحلقة الجاية ان شاء الله معاكي. بإذن الله. شكرا لك دكتورة معايا. وبهيك خلصت حلقتنا لليوم المميزة، ونشوفكم الاسبوع الجاي.